بس لما حضرتك بتقول شرطه السياحه والاثار والمناطق مؤمنه والكلام ده اكيد تابعت برضو الدوشه بخصوص انه اللي دخل عند الهرم قطع احجار من الهرم بيقول لك اتسرقت بيبيعها الكلام ده كله شوفي ولتنا. طبعا ده كلام انا اسف اقول لك كلام يعني مش عايز اقول كلمه وحشه باش. الهرم ده مليان حجاره ملايين القطع الحجريه اللي مليانه مليانه في الارض م. يعني لو جبتي لا وتحرزها ليه؟ ما نحرسوهاش فبيجي واحد عايز يكسب بالفهلوه مم. يقول له اجيب لك حجاره من الهرم فيقوم مطلع حاجه يقول له خد ده من الهرم وهو جايبه آه. من الارض آه. فهو فهلوي عايز يكسب قرشين من السايح السايح ممكن ياخد سيفونير من الهرم لكن ده هو واخدها من الارض حاجه جايبها من الارض قدامه يعني الهرم وانا وانا كتبت الكلام ده كتبت مم. عبود آه. في مصر اليوم وقلت آه. يا جماعه اللي انتوا بتقولوا على ده كلام ما حصلش الهرم مليان ملايين القطع الحجرية الصغيرة ليس لها في جسم الهرم، جسم الهرم حجارة ضخمة الهرم ده اتبنى ازاي؟ اتبنى من حجارة جت من الهضبة نفسها ضخمة يعني ساعات في حجر يبقى مثلا طوله متر ونص وحجر صغير نص متر مش ممكن تجيب وتكسرها عشان تدي الحد لا ده موجود مرم في الشارع من طبيعه الهضبه نفسها لان الهضبه دي صخريه من ناحية الجيولوجيه. الكلام اللي بيطلع ده عن معرفه وعلم ولا كلام مقصود دلوقنا. للاسف للتشوي. للاسف الشديد احنا بنتكلم كتير ومش بنشتغل لمصلحه بلدنا، للاسف في طابور خامس، طابور خامس بيعوق التقدم ومش عايزه نعمل حاجه. الطابور الخامس ده بيعمل ايه؟ اشاعات. موضوع الهرب ده كلام جهبالة في ليس له صلة بالواقع إطلاقا